رجع بنتكلم على المستشفى طبعا عشان خاطر بالليل ما بيكونش في حد موجود، وتنحى في خدمات كثيرة يعني في المستشفى ما بيكونش متوفر ولا بيكون في دكتور ولا تمرج ولا أي حد خالص. وتنحى الكلام ده إمتى بالظبط؟ بيرات نطالب يعني بإسعاف كل يوم، فيش حد بيكون موجود خالص. الساعة كم بالتحديد؟ الساعة بعتبر من بعد الساعة 10، أقصى حاجة الساعة 10 بيكون هم قاعدين. موضوع الوحدة الصحية في هنا معمول مبنى للاسعاف برضه ما اشتغلش خالص، لدرجه ان نسال على موضوع الاسعاف ده قال لك يا اخوانا ده مخصص موضوع مخصص مبنى ليها المفروض يبقى فيه اسعاف. طب يا اخوانا ما جايبينهاش ليه؟ ما حدش مهتم بهذا الموضوع. احنا يا ريت ان حتى موضوع الاسعاف ده، لان احنا يمكن الاسعاف اللي بتبعد علينا 4 كيلو بنتصل بالمسؤولين في الاسعاف ما بيصدقوش ان في حادثه او في حد مريض او هني، يقول لك لازم واحد يجي لنا بموتوسيكل ولا حاجه يا اخواننا عشان يتاكدوا، ما بيرضوش يطلعوا بالتليفون، ما بيرضوش يطلع. فاحنا لذلك عاوزين في الوحده الصحيه هنا عربيه الاسعاف تبقى مجهزه، لان اغلب المرضى عندنا واغلب الحوادث بتخش على الوحده الصحيه ما بتلاقيش عربيه تنقذ الحالي، يعني بيحولون على رواق بيحولون على جني ما بيلاقيش عربيه اسعاف مجهزه ناخذ فيها المريض. في الاساس هي وحده تنظيم اسره تمام، مش يعني مش مستشفى ومستشفى تمام، فبالتالي فيها مجرد ان هي فيها طبيب بياجي ما بي يعني مش متويد على طول، بعدين طبيب واحد مش هيكفي يعني في ما فيش تخصصات، يعني ده مجرد ان هو ايه ممارس عام تمام، ممارس عام ديت بيعمل ايه كشف عادي وبتاع شغلان بعد كده بيحول تمام. فممكن ما يكونش اصلا في الى جنب حتى المستشفى اللي هي في السنابسة، هي المفروض مستشفى عام الوقف المركزي اللي هي بتاعت الوقف، اصلا ما فيهاش جميع التخصصات، التخصصات كلها مش موجوده تمام. فبالتالي هنا فما بالك هنا لما يكون واحد مثلا جاي في حاله طارئه ممكن الطبيب ما يلاقوهوش، دي حاجه. ممكن حتى لو لقوه ما فيش امكانيات تساعده ان هو يسعف المريض والكلام ده، اغلبيه الاجهزه الحاجات مش موجوده، السرنجات والكلام ديتي بيبعتوا المريض يروح يشتري السرنجات من بره تمام. فدي يعني اعتبر ما فيش مستشفى بالاخر كده. واحد مريض يكون تعبان ممكن يموت لما يوصل اسعاف الوقف، عاوزين اسعاف، عاوزين دكاتره تكون موجوده، مرضات ما فيش خالص مهلوكه. احنا بنطالب نقول شغال 24 ساعه يعني بالليل وبالنهار، اي حد مثلا مريض ولا حد مثلا متعرض لاي حاجه ما يجي ما حدش بيكون موجود، ما حدش بيستقبل الحاله.